بسم الله الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد أو تاريخ تاي أكتوبر شاني الطوانكي لو كنت طواني السقال شركة أمني وكرد على قاسم الضا دولة قوليتك القلمدو وقوها رماها اللوغاها اللي رموها إذا حساسية سيدي أمني قلو درقلين لها إيوه حول قلدي إذا ماذا أمن بقى سمايان وحايلاه وحول الله رحم ديا إذا ماذا أمن بقى حول قلدا سمايان أي مقادرات كسيدة خبرات وقراءة كسوق التين إيوه إن كهرتاج لغو سمايو أخلاق ضحون إيوه إن دراجس كوحيلاه كينا هي إعدادك اللي بعتد وكينا أمن يعني خطر قلنا هي لغو هرتاجو سيدة وخلاتة إن دقار قوياش على الشباب تحضر بدن لقصة مايو ميلا اي جوغان سيدي لوغا وقل لها سيد قود هم بها لوغو باعين لكن سيقارا هان عاصمة دولة قولات في قل مدوك اي تدفر بدن اسكوه يمي انت دال حوغان لقصة مايو وحان بدن قوم هاد قولين انها قيدة مدى امنه شقوين كاي وناكسين اي كهيان وحان وكوضا عضلنا اي لوغو شر قدون سيدماشاني إن قيب وحي قابه وكتري أمي قو أردن أنو إسكا كاشنو و لفوليسي ونكسن لفو مركا بلشادة قلمدو قارهان قاسمة دنوحانو فرعينا إن أي لشقيان قدما دا أمنيقا وعن فرعينا إن أمي قو ذكد دالان لغير قوياشا إن إسكا كاشدان سي أي أم نغضان دد ونكسن دونيه سيدك كلا أخلاق ده وناكسنا إيكا أنفعيسا إن أمن يكد ده لنا إيكا أنفعيسا لا ما أمن يقول لا شقيا إيكا أنفعيسا أنا قلت لنا وإن أنفعيسا هذا الكهر نوال أمي هاي شعبك قل مدود خاصة عاصمة ده يد كلمت كاو حقايا دادك كشقين تري أمنيقان سوى ناكسنا وشقين تري كوزارة دهان أنه waxaan u sameyn doonaa waxyaalo badan ayaan ku soo kordhin doonaa amniga caasimadda iyo dowlad goboleedka galmudug oo dhan qaybihii laga gaari karo waana mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullah